بسم الله الرحمن الرحيم كسر وهذا برنامج كارون الذي كدي عرناي صوب نجتان كمسؤولين تشركات دسمة أسيج دريال كونستراشن كومباني قدر جيسا كدافرين حافظ أسب ونوع إذا قدر جيسا كأسب يسمار كان التاريخ ده أبد مرك وقريسي هرجيس صاحب نقطتين لجهر قريو حافظ نسكو قفلان أو ككوبان صدح بقوله قري دكسي وحبرشو إسبتال وقرا رك أمان سري بدو سقي جناسي يسدو كلا قوة حلقو يروح ليه ذا فرقة ذا ويسلحرون تدح ذا لجده بيني حافظاً او لوگو مگه در مکال مکرما لگنه هرگری بریگ مگل در گیسا عاصمه دگیگ سومالی لان وانا دسمه او ربان فکر احان هندیس احان ارگلین ایسی دو کلگ انکوائن تیسوبا مزونین تا شرکت در دسمه عصیگ دریال کنسرکشن کمپنی وانا مشروع اوگو روی ابید لگه هرگریو کاسا او سامیحی کرقوف کستو شقالا اینو ایبسن کرو اما هن کرو ادو مناسبت لوگو تلگلی دافور که ای وانقل که دسمه هن عصوب عصیگا ی حافظ دانشگاه قفلان ایالات هرگلی هتل کاماموس اسلادن کبری مقاله درگیسا وزیر کوسرده دولت حوده دوقة عاصمه درگیسا عبدالرحمن محمود عیدیت سلطالکو اخ محمد علی جدی مامور کبانک در سلام حلب نکت سن اقل کبارلمان ک ی مسئولین تشرکت دا اسمها ادریال کنسرشن کمپانی اولیان سلادین عقال دقیت وحجرد یادت وینک کلا ایا ودشیرو کقیب جلی ودشیرو کقیب جلی مناسبه دان اورهبان دافور که حافظن عصب کمی دعایت قرآن کریم که آینو آخری دانو ربع عشری حسنات کسیه شیخ داخل الجنة إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم رونها أمركي كوات شركة الدرية لسين ودوكسون هما يقين سن هاي شركة ديوه الرئيسي إيجيغان لغاية غليلو كالين تي لما إلاوان كايد كسوقيب قادتاي دالكي دومي دي بلودسي إن وغرين انتين أنو قدبين مسؤولية الدرية انتانا إنغا سيني شرحات كوبان يو إلو تشيدة حفلت دو حنلا سعسينا إن قربتشوكتا إنتين هلك تشوكتا ما هانة إن قربتشوكتا دافع الدنيا دا كنا علينا أي هلك نتواصل قطع وانا يسوع أي نلاس عطها مركاو حن وقارين كسر دوينا يعني إنتين نانو جد بين مسؤولين تيا معمول خط شركة دا اسمها دريال بلين إنه ضاونا دقمة تاريخ كوبان أي نوفا فاهنا ينانا شرح دانا وما هي حافظة مكال مكرمة دمك المكرمة عليك كهبنان دانان، أني والبابا كور ربا، اسمها أور ربا، ميت كفيلة ربا خدّا وقت تيجي ربا، يكغوري كفيلان، كعلمان كرامة كدوران كربا، and ساي شرحات كهبان وقاب بحيان برشاد من أولو وداكتو، وحن وقارن كسر دوين يا، قدومي ها شركة دا اسمها إدريال، كيسة شكر شامع، and وسيرك طوق عاصمة علماء كان عصت هذا كالدوان كسعطة بانن كيو شركة ها كلاوا مرت شرفته إن يا دمان عدي برنامج كان ستوصوا قداوان إيسا إن هذه جيدة شركة هي إن إسكارسين تبحيان إن السوشيال ميديا دمانتين وحنا تكو سلام يا سلام تسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مر لباد وحن دين كم هاد نقيا سواء شيء بدأ سواء شيء بتين حفلة دن لغو ضحفر أيوة أما لغو بلاب أيوة لغو ضحفر يعني راح ده قيبت يدوجه الرئيسي وأنا فلني حافظ أنا نجوا مقعد أو بحني مكة المكرمة شركة دريال إن بدنا بيدل كشغيني سي وحدي سي سي مشروع عن إيه مشروع كله
oo madiina oo wali processkiisii ku jira socda in aanu wadno waxaanu doonaynaa inay noqdaan laba xaafadood oo sida caalamku u dhisan yahay u dhisan oo ay wada degaan bulshada reer Hargeysa ama reer Soomaaliland inay noqdaan laba xaafadood oo imika dalka ka horeysan nin waliba markuu xogay soo shaqeysto waxaad mudan inuu xaafadoodii guri yar ka yagleelo marka labadii meelood ugu istaraatiijisana aanu islahayn malaanina ku dareemayna ku qaloomaayo in ee xaafaduhu isugu yimaanayeen magaaladiina u dhow oo services-kii oo dhan qofku baskii suuqii iskuuladii soo gaaray ayaan u xulay in labada location aan dhismuhu waxa weeyaan caalamka meelaha wax laga shaqaaleysiyo hadaa aragto dal walba stability-giisa ama employment ku marka uu shaqalaantu kor u kacdo waxa la bilaabaa infrastructure-ka dalka wax laga bedelaa wadooyin iska hagaagsanaa baa la dumiyaa bridge la dumiyaa maxaa wax kale loo gelin waayay billions dollars-ka waxa weeyaan waa mihnada ugu shaqaaleynta badan caalamka meel kasta markay dhismatay dariyeelun ka hadlimayna markay dhismatay dalkeenana marka dawladda laga yimaado dawlad maalba inuu noo budget ka yare 200 milyan ah de Soomaaliland tii badan baa u shaqaysa mihnada soo raacda waa dhismaha weey dhismuhu marka aad guri dhisato $30,000 waxay gaarayaan ilaa 200 qoys bay mid walba gurigiisa wax ka gaarayaan haddaan wax soo dejiyo raashinahay ama wax kale iibiyo waxa laga yaabaa labada qof ee ka shaqeeyay inkii soo dejiyay inuu waxaasi ku koobay marka dhismuhu wuxuu leeyahay ahmiyadda marka waxaan nireynaanu keeno fikir iyo vision si dalkeenu maanta dhalinyarteeni way tahriibaysaa shaqay doonayaan wax shaqo abuur u abuurmo dalkuna u develop groobo dad fara badan oo aan awoodin inuu mar kaliya $70,000 guri siisto ama $80,000 siisto oo dhulku waa qaali aan u abuurno dhismayaal shaqana abuura ninkii hantidiisu koobnayd laakiin helaye $20,015 oo down payment aanu bixiyo in uu guriyahan iyo mashaariicdan ka faa'iideysto aan israaciye daryeel baan filaya oo iminkana aan ku soo dhaweeyay si isagoo kalmad isagu yiraahdo madaxa suuqeynta shirkadda daryeel engineer awl waxaan si specific ay isdul taagayaa oo neen xafadan marka muqarrab iyo tilmaamaheeda marka muqarrab waa mashruuc deegaan sida muuqata wadooyinka soo wada galaya waxay ku wada muuqdaan Google Earth-ka saan ugu cadeynay waxay leedahay 5 buundo inta wada soo galeysa wadada ka timaada Geerashowaadan Soomaa wadada koobaad marka xagga anaga imaada ka timaada buundada Geerashowaadan ama wadada kale soo hormarta masjidka Kuweydiga tan galaabta maamuus oo markan tilmaamaheeda bixinayo halkan maamuus ka laabta ilaa naasaha labada laba halka ku kala laabtaan tusaale waxa weeye masjidka tabliiqiga taga dambaysa xaafadani waa xaafad noo qaabeeyay runtii si casri ah waxyaabaha imika guud diyaarka ayaa adigaan ugu qaban doona waxa kamid ah guriya diyaara waxa imika diyaara 6 guri dhul bannaan nashqada casri ah iyaguna aad kala dooranaysa tijooskaaga taad ugu dooran u dooratan ugu doorbiday maxay tahay u doorato haddii aad adigu nashqada timaado ugu fulinayo guryahan imika inoo muuqda waa laba guri midna wuxuu ka dhisan yahay dhul dhan 4 ee aan seenu naqaano IDB 60 ama 400 meter square dhismaha guriguna waxa weeyaan waa 200 meter square wuxuu ka kooban yahay 4 rudo fadhiyo cunto laba barande kitchen iyo deerkii iyo washman room-kii deerkii galayaan 4 ilaa 3 gaar galayaan kalabaad wuxuu ka dhisay waxa loo yaqaan 60 by 40 waa 18 by 12 wuxuu ka kooban yahay 3 rudo fadhiyo cuntadii kitchen-kii iyo service yaro dabadaayo ah kitchen-kii iyo store-kii ayaa adigu hal gaari dhankiisa waxa erayo kooban goobta ka jeediyay duqa magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud ID Soltelco isagoo ku bogaadiyay mas'uuliyiinta shirkadda
دريال كونستراكشن كومباني كرو قاديدا بلعدا قودة عاصمة دقيقة في مشروع في عام بهالقن صو بنكتي شركة دريال بانا كنستا هو قعصي وحن قعصني يا لان يكتب حلقة يا بين نما دي مكا وشقة يا قفكي بشي وحقا بوسكاليغا لكن سيدة وحي ودقي لها وحقا دتا انو كره كتشو وكرداسي وحلقة يا بشي ادو صدح بغول اسكتشاري لها صدح بقول إنه لش يسكون استعمال لها هنا كوقا هذا تو وقت ده لأن حاجة إنك هذي وكذا صعته بعدين كمان كده يقول لي يعني يعني تحس ميان وقف كده شغدي سو خلاه بلت هاي العكس كده بحين كده يقول إذا أنا كي يجي هنا يدي يقول إن تاكو سميان وحنا وحنا لي مشروع على السود ويو قبتشوك يو قل قلتشوك به هلا جا قيب قات مشروع عنا كله واحد لسه واحد سمين كها إنه سمايو قاب كان قبيلة دينو كل دقيقة نهاية إنه كسر مش أو هي سومالي لأن أردني هل كا أي نقطة حافظ يهوا الدقيقة هي هي سومالي لأن أردن شيخ محمد علي جدي أو كم دعوة علماء الدين كواوين دلكا أيادن كيسير يكوبن كعبري دور كي كقالن كرت حافظ العصب هرمر كما قال ذا ما أنت لا صوبن دقي وكان يهم يهملو طريقة لها ديها بيقوم هاتسين وشركة ديوه ريسي يوضن كان رنتي لسميال في عنك بالوضع وحبذن ويكو سوكر ديان وضن كان وشروع هاي سوكر ديان مكا وكان يهم وكان يهم بريهان ضمدهان كي مركو ينقر دماضي وحبينو يالاني الدين مدو فرطو ينقر مدو فرطو كالين شدال waxaan wada furnaa wada kaalin shidaal halka laba kaalmood baa ku jirta laba kaalmood siyaasi isugu qabsiin waxaan raadaa marmar warbalmay isu tagaan uun iyagu labadan kaalmood isku xiga haday isu tagaan kaalin weyn baa sameyn kar lahayd midena laakiin waxa ma guiso waxaan uga jeeday haweeyaa hankeeni wal isu weydiinay halku tagay laakiin waxaan yaranay wax la ilaaha ku dayasho كديشة، وموضوع مركو لغن كودو كديشة النقطة، وحلو بهين وح إبداعي أما كان اختراعي، مشروع عنو حكيني اختراع، قولي بعمل شركة مركو وحلو بهين، وركو ضيذا يدنا، لكن دريال وكل يوم حفله أنا يقول ترتمينه، خرو مركو يكون في عين يو يكون في عين، إلا ترتمانا وامد ماشي كشرته، ورهدي هنكي أنا قدر ماضي. ماذا حاوقو سري بانك دار السلام سومالي لان ايه سوغنا حالكا كهدلي مركا كوهات انيقا كهدلي مقع دار السلام بانك بحان ادو هم بليين يا شركة دا سوقا بانقا بسي حبلتن داريال حقيقة مشروع وين اولو باهنا مرهورين لبلابو bay ino fureen oo ay ino bilaabeen hadda aad baan ugu hambalyeynaynaa oo babacdhiga ay u babacdhigeen mashruuca noocan ah oo aad u ballaaran oo aan ahayn mashruuc la dhayalsan karo intaas oo guri oo ay diyaarinayaan oo ay xaafadda ka diyaarinayaan oo u baahan tashiilaad aad u badan guriyo kaliya oo la taago loogama baahna laakiin wax badan oo dadka halkaa ku neela 300 ee qof guri ah wixii ay u baahnaayeen oo dhan oo facilities ama tashiilaad ah baa looga baahan yahay kullay inay ku daraan waana ugu jiraan kullay qorshahaaba ila tahay marka aad baan ugu hambalyeynaynaa hadii aanu nahay bangiyada oo laga rabay mashruucan in iyaguna ay qaabkan oo kale u soo bandhigaan wasiirka wasaaradda dawladda hawada farxaan aadan haybe ayaa dhankiisa goobta hadalka kooban ka jeediyay isaguna ku bogaadiyay mas'uuliyiinta shirkadda dhismaha daryeel inay halka ka sii aan baqadaan hirgelinta dhismayaasha casriga ee dalka ka taabagelinaya shirkadda daryeel dadaalka iyo isku dayga iyo juhdiga ay ugu tafaxaydatay inay abuurto qaab dhismeed ka duwan sidii hore guriga aan u dhisanaynay oo ah inay sameeyso xaafado loogu talagalay dadku inay maal gashadaan oo ay hab maalgashiga lala kaashado baananka oo suurta gelinaya in qayb kasto ka mid ah bulshadu ay u suurta gasho inay qayb ka qaadato hesho hoy ay ku nasato
أريدها ونقول ما هذا علينا وأنا كذا يشوف في عن أيان لا هاي طبعاً شقابورسنا قريب كقادنا إسا ودل كين السير ونقولنا هاي ترين كين نوا بدني هاي ما قرنا يسوي توحي تهاي social opportunities كنا فرصتي هي بلشة دحدي دشري شقنا وايريه أو أي قريب كتهاي ما دام دل الله قوسي عيننا هين ما دام دغاله نسك خوبي هاي ما دام الدنيا دي مقدروفها كتشرة يسوع رونا يسوع دغاله هيدي أما أي قليل يسوع ميل خوبن إن هذانا طلابك استول قادة وحي صورته قليل يسوع رونا شقاب روس تغيب قاتو ثانو وانو ما هاد علينا يا إن لبش شيء من الله هانو وانو سوق خوبي يا إن قاب خلنا نقولي هاودي صنو وحن كدر الله هان تلوك سوي شيء ده هاد ريال يا شركة ده كلامه هرموت كا إن وحلاقي يربدلو بالهرت بولش إني أقل سومالي هنا isagoo oo dhismaaho waa tan imika jeenaha wax walba ilaahay u soo xiree inta la qaado qiyaastiisi iyo sidoo dhisnaa bal qaabkiyo sidii oo kale oo farshaxnimada iyo kale oo ama biraha laga dhigo ama wax kale lagu soo dabaxay in iyada dadka loo keeno ay ka faa'iideystaan xitaa reer miyigu Eliban Muuse Haaji Cabdi oo ah mudane ka tirsan aqalka golaha odayaasha guurtida Soomaaliland ayaa isaguna dhankiisay ka kooban goobta ka jeediyay isaguna ambaliyo u diray mas'uuliyiinta shirkadda Daryeel Construction Company imaga waxa lagu soo kiciyay xildhibaan guurtida inaan ahay waxa ay raaca waxa Soomaaliya ku jirta ahna kelmad leeyahay ahna waa jirta waxaan kamid ahay deegaankan xaafada imaga laga daafurayo dadka deegan baan kamid ahay waxaan kala kamid ahay gudida horumarinta deegaanka xaafada labadaasna way i dheer yihiin oo taasuna waxa weeye waa ahna bay kamid tahay marka horta marka horeysa meeshan aan dafurayno xaafadan waxaan kamidnahay gudideeda deegaanka ayaan ku jira gudidaas waxyaalaha ay ka reebtay waxa kamida inaay hab qabeel u soo dhig aan xaafadu u dhismin ay u dhisanto xaf xadaareya oo ah federaali ah dadku ay wada deegan aan gudida aanu ka kooban ku jirana waxay ka kooban tahay gobolada Soomaaliland oo dhan ayaa gudideedu ka mid tahay xaafada marka taas waxay dadku ku dhiirigelinaysa inay tahay xaafadu in walaba ka helayo kii uu geeliisa suwadiisa yaqiinay aan hadaan u soo laabto daryeel iyo mashruucan aad iyo aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa xogeyaha dawladda hoose magaalada Hargeysa ayaa isaguna halka ka hadlay deegaanka Hargeysa la waxyeed way aad buu dibnaayeen waa inaad ka hirgelisaan calaamadeega iyo hufnaanta iyo daacadnimada ay shirkadda Daryeel ay la timid waa in shirkadda kalena ay kaga daydaan oo ay la yimaadaan una gaay sharafta iyo qiimaha shirkadda ku dhaqaaqday ruuntii aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa internet awil ali xuseen madaxa suuqeynta iyo xiriirka dadweynaha shirkadda Daryeel Construction Company ayaa isaguna si gaar ah dhismayaasha gudahooda warbaahinta ugu sharaxay nooca ay ka koobayeen dhismayaashu iyo sidoo kale qaabka ay ugu talagaleen in loo galo guriga ka dhisan 420 iyo 18 ama sanad iyo qana IDB 60 shuruuc gabadha ma yeeshay 7000 ee guriga aan imi ka fadhino 5000 waa dhismaha iyo dhulka laakin dhismaha guriga noocani guriga IDB ka dhisan 2018 ee 4 hurdo iyo fadhiga iyo cuntadii waa 5000 guriga 5 hurdo ah ee 4 hurdo iyo fadhiga iyo cuntada ka dhisan 420 waa 5700 marka waxaan dadweynaha ee Soomaaliland ugu gubernaynaa inay ka faa'iideystaan chance-kan aad iyo aad baan idii soo dhoweynaynaa farsamada casriga ah ee ku taqaanan Daryeel Construction ayaa ku farayareystay mashruucan Makkal Mukarrama mid ka mid ah haweenka qurbajoog ee xilligan ku soo gadaan noqday dalka oo qayb ka ahayd dadweynihii tirada badan ee daawashada u tagay xaafadda cusub ee Makkal Mukarrama ayaa dhankeeda si weyn u waadixisay baarinaya waxaan imi guryihii Makka ee ka dhistay in laga dhisay xaafadda Macalin Haaruun ee ay dhistay shirkadda Layaad Daryeel guryaha waan soo galay waa guryo aad u qurux badan waa guryo ajnabiyay waa guryo ku wanaagsan heer cusub oo bilaabaya noloshooda inay ku bilaabaan waa guryo ku yaala meel hawo leh oo nadiif ah oo ciideedu cas tahay laamiyana laga sameynayo lana dhameynayo ku dadaala wixii cusub ay iskuursanaya ama wixii lacag haysta ama wixii qurbaa weeye dibadda ka imanaya inay soo eegaan oo ay ka iibsadaan waa idinku hambalyeynaya wixii chaaniska hela ee ka iibsada waxaan hambalyeynayaa siday u fakirtay shirkadda Daryeel ay idhaahdo
أي وقت راحضي إن أي كنتو وريع عين كنا هرجي سبودي هذا كنستو قبل هير هرجي سبعن هاي آدي آد بنو هموين هاي آدي آد وحن فتشين يا قلنا السبع يسقى السنة سنة إلى هاي عورة خير قبوا وسيا كوي لهنا إلى هاي الم خير قبوا وقديك قرينا بخسين كانوا كلنا وسيا حد كسر دوادو كسر دوادا مكة قري هذا Bye.